بمناسبة بقى جو المستشفيات والفيروس والصيدليات والأدوية والكلام ده كله عزيزي الطالب، فأنا قلت أقول لك معلومة كده برضو ليها علاقة بالأدوية والكلام ده كله. ربنا يا رب يشفي الناس جميعا. طيب، الأدوية اللي احنا بنروح نجيبها مثلا في مصر من الصيدلية من غير ما يكون ليها روشتة ومسموح إن احنا نروح نشتريها من غير روشتة، وروشتة بالمناسبة يعني prescription، تاني prescription روشتة. طيب، الأدوية دي اللي بنروح بقى نجيبها من مصر، اللي بنجيبها في مصر من الصيدليات أو بيجيبوها هنا في أمريكا من الدولار تري أو من الصيدلية برضو أو من وومارت أو من الكلام ده كله، الأدوية دي بيسموها إيه هنا في أمريكا؟ بيسموها OTC، ده اختصار طبعا OTC. طيب OTC دي اختصار لإيه؟ اختصار لكلمة اسمها over the counter drugs. تاني over the counter drugs. طيب، كلمة over the counter كلها على بعضها هي adjective أصلا لكلمة drugs، يعني صفة لكلمة drugs، عشان كده في الهايفن اللي ما بينها عشان بنستخدمها كلها ككلمة واحدة، يعني علشان توصف الدرجز اللي هي بالمناسبة مش معناها مخدرات، معناها أدوية. فـ over the counter drugs هي أي دواء بتشتريه، ومش شرط يعني يكون معاك روشتة، مسموح لك عادي تشتريه من غير روشتة. بس عزيزي الطالب، عايزاك بقى كده في الكومنتس تقول لي ايه هي الأدوية اللي ممكن تندرج تحت الكاتيجوري بتاعة over the counter drugs. بس كده.